بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله بكل اسف نعلم كامل متتبعي قناه ميليسا كاهينه على الفيسبوك انه حسابي على الفيسبوك لو كونت فيسبوك راهو بلوكي، لانه تمت يعني محاوله قرصنه، فبالتالي يعني داروا لي بلوكاج للفيسبوك. اداره الفيسبوك لما بعثت لها باش نسترجع حسابي، اكدت لي على انه كاين عده اشخاص تحاول الدخول الى هذا الفيسبوك، يعني تحاول انها تقرصنه وتده يعني لو بيغاتاج. بالتالي كي تكون هذه العمليه متكرره، فالناس اداره الفيسبوك راح تبلوكي لو كونت. الجواب يعني برغم اني بعت كامل الوثائق باش نسترجع، الجواب هو انه الرجاء الانتظار، وانا راني عارفه انه ماهوش حيرجع، لانه هذا سادس مره تتم فيها قرصنه حسابي، وكان يعني نفس العمليه تتكرر ونفس الجواب الى ان يعني نفقد الحساب تاعي. لهذا نقول لكم كامل الله غالب، يعني الحساب يعني راح هذه مده وانا يعني ننتظر هذا الشيء، لانه مؤخرا لاحظت بزاف يعني تهكمات وسلسله مهاجمات انتهت بقرصنة الحساب. ربي يهدي النفوس المريضة. أنا الفيسبوك هذا كما يقول لك ما كان إلا جسر تواصل بيني وبين متتبعيني. إن شاء الله كما يقول لك أنا عملت اللي عليا، ربي ياخد الحق وكل واحد يدي على حساب قلبه. الله غالب، عملت هذا المجهود هذه سادس مرة وفي كل مرة نفس النتيجة. نظن أنه ما كاش إنسان يحب يتعبه في الأخير يروح تعبه في دقيقة بسبة ناس مرض. اللي يحب يتواصل معايا القناة دايما تبقى تحط وصفاتها يوميا إن شاء الله بإذن الله. فعلوا الجرس فقط، الاشتراك والجرس، تفعيل الجرس باش دايما يعني تتأكدوا أنه أي حاجة نحطها تخرج عندكم. بكل أسف نخليكم على خير إن شاء الله، دايما نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. مع السلامة.